قواك الله يا عمر، ما كلم عليك. الله يقوي حيلك، اشكرك، رحم الله والديك. شلونك؟ علينا وعليك ان شاء الله. تعرف حضرتك؟ جبار مانع. ابو من؟ ابو مهدي. ابو مهدي والنعم. الله ينعم عليك. ابو مهدي. حياك الله. اريدك تحكي لي عن حياة البادية، شلون عايشين هنا، تفاصيل. والله الحمد لله بشرك خير وعايشين والحمد لله ماشي الامور. زين. انتوا هنا بيوتكم؟ يعني هنا بيوتنا بحلالنا اليوم، احنا هنا على السنة هنا مقيضين. والله من راس ذاك. ايه. وحلالكم؟ وحلالنا، ولا حذرنا ما مشينا للدير الغادر. انتوا هنا يعني الشغل الوحيد اللي تشتغلوه هو بالحلال؟ بالحلال. احنا ويا حلالنا، وين يصير يعني نغبل فترة. ايه. والعام والعام هذا حال ماخذه يعني على حد الكويت. والله العظيم انا ورا يعني ماكو حد الباطن منها ماشي، وين ما يصير خير وربيع نمشي وراه. يعني ما ثابتين بمكان؟ لا ما ثابتين بمكان، عشان احنا بدو ورحل. ايه. زين ابو مهدي، احكي لي برمضان هنا شلون ايام رمضان هنا بالباديه؟ انتم هنا بيت بعيد عن بيت. والله الحمد لله عادات التقاليد اللي عاداتنا الحمد لله. اول واحد الساعه الدنيا بخير صار. أي. يعني ما تقدر تسعر بعير يعني انا هذا ببعر سار، هذا جهاز عندي. ها اخابر مثل ذاك بيت ابن سليمان، ذاك بيت ابو عبد الله، الو حول عليه خوي حول تعال جاي انا اليوم فطورك يمنا. نبدي نفطر الحمد لله وشكر، اول ما نسوي لنا تمر وناكل تمر ونقوم نصلي، وبعدين يعني نبدأ نتأخر إن إحنا بالعشاء. ايه. نأخر العشاء. ايه. يعني عاداتنا إحنا البدو نأخر العشاء. اه. والله وانت قهوة نسوي قهوة وتمرها. ايه. ونصلي ونبدأ بفطور. أبو مهدي إحنا ببرنامجنا نتجول محافظات العراق. حياكم الله. حتى هم نشوف الثقافات المختلفة. ايه. وهم نشوف الناس. اليوم كلش فرحانين إحنا وياك بالبادية. إحنا الفرحانين موت. الله يعزك. إحنا شوف يعني الحمد لله بنشكر يعني تتابعونا وقناة ها. ونشكركم. الله يعزك. لا والله نشكركم جميعا، ما اعرف ساميكم، واشكر ابو عبد الله. الله يسلمك. واشكر الدكتور محمد. الله يعزك. ابغى بالفترة واجبنا هذا، واجبنا واجبكم ومشكورين كلكم والله. الله الحمد لله ونشكره يعني هسه انت اليوم انتم شجعتونا. الله والله شجعتونا يعني بدون والله يعني تستاهلون، شجعتونا تستاهلون. يعني احنا صار لنا يعني بقول لك انا عمر 52 سنه، انا موال 73. زين. ها يعني ما سويت لغاء الا اليوم. يعني ايش قد اول لقاء ابد والله ما حد مسوي معي لغاء، يعني بالبر وياي قناه واذاعه، ومن الحمد لله نشكره. الحمد لله نشكركم والله تستاهلون كل خير انتم كل اخواننا، وتستاهلون واحد يصلي الله عليكم ويجي يومكم هنا ويتعايش وياكم ويقضي يوم حلو وياكم. وازيدك علم بعد ها. عيشتنا بافضل نعم. الله والله يعني احسن عيش بحلالنا، والثروه هذه حيوانيه، ثروه العراق ترى مو لنا احنا ماكو. ها ثروه يعني هاي ثروه حيوانيه. يعني كم ناس يكون لنا ناس على وجه يعني كلام، اكو بعض الناس عمي تعبتوا انتم عوفوا البعر. ايه. عمي لا انا عاف البعر وذاك عاف البعر، كان ثروه حيوانيه وين تروح؟ اي لا فعلا مو صحيح. الله يقويكم ان شاء الله. يعني هذا يعني اضافي حكي من عندك. اي لا لا الله يقويكم ان شاء الله. ابو مهدي احنا راح نسالك سؤال. تفضل. ونعطيك عليه جائزه. متفقين؟ تفضل. والله حد امكانياتنا. هنا بادية السماوه اريدك تنطيني ثلاث اماكن للكشته. والله ثلاث اماكن هن يعني معروفات. اي حداني هذه مشهوره. اي زين. ام حراب. اي ام العصافير. ام العصافير. عشت ايدك جواب صحيح. هاي الجائزه واشكرك قيمتها 250,000. واشكر الله يعزك. احنا فرحانين بوجودكم وفرحانين بوجودنا يومكم هنا. الله يعافيكم. الله والله نشكركم وحنا الفرحان بكم. الله يعيدك والف هلا. الله يخليك. ينعاد عليكم بالصحه والعافيه ان شاء الله. الله يسلمك ويسلمك.